ياسين فين يا جمالات؟ معرفش. اخر حد كلمه ياسين كان انتي. قولي لي ياسين فين؟ والا ورحمه ابوكي الغالي هقتلك. انت ايه اللي جرى لك يا فاروق؟ هو موت ابويا جننك؟ ولا انت كنت كده من الاول وبنت بس دلوقتي؟ ياسين راح على فين بعد ما يحيى هربه؟ يحيى ما هربوش، دي كانت حادثه. طب ما انت عارفه كل حاجه اهو. ياسين قابلني عشان كان عايز فلوس عشان هيهرب على الصعيد. فين في الصعيد؟ معرفش، بس هو قال لي انه هيروح على قنا. فين بالظبط مش عارفه. طب انا هشتري منك انه هو في قنا وهروح اقلب الدنيا عليه هناك، بس لو ما لقيتهوش ورحمة عمي لاهر قلبك على يحيى ورؤية. طب فاروق، سيب اسكندرية. لو سمحت تعرف فين شارع عبد الدواب؟ هو قال لك فين؟ لا ما اعرفش، انا بسالك. جرب اسال قدام كده. ماشي يا سيدي، كتر خيرك. معاك كسكسي. طيب شكرا. لو سمحت، هو فين شارع عبد الدواب؟ شايف الشارع اللي هناك ده؟ اه الشارع اللي وراه. ماشي يا سيدي، شكرا. اي خدمه. ياسين انا تعبت، شيلني. اشيلك ايه؟ هو انا قادر اقف؟ انا تعبان زيك والله. شكلك كده بطلت تحبني. بطلت احبك؟ تعالي يا ستي. شفتي بقى؟ اه ضهري قفش تاني. ده هما خطوتين خلاص. طب هات بوسه. هو اي حاجه وخلاص؟ خد يا ستي بوسه. الله، واحدة ثانية.